Girl, throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين على قناة درويد أبس. كل يوم تطبيق. في هذا الدرس أتيتكم بتطبيق خرافي صراحة، يحول شاشة هاتفك إلى 3D. فلكي لا نطيل ولكي تشاهدوا التطبيق، رائع جدا. لكي نطيل سوف ندخل إلى التطبيق، فعند الدخول إلى التطبيق يعطيك هذه الواجهة، تضغط على سيلكت تيم كما سوف تشاهدون. سوف أختار مثلا فوتبول ثم أضغط على أوكي. لاحظوا عند الخروج، لاحظوا معي هذه الصورة. فعندما أقوم بتحريك الهاتف لاحظوا معي تتغير الصورة من الزوايا. تطبيق رائع صراحة، جميل جدا. سوف أقوم بتجربة صورة أخرى. على أي سوف أقوم بتجربة صورة أخرى؟ أنتظر، سوف أقوم بتجربة مثلا هذه الصورة ثم أضغط على أوكي ثم أقوم بالخروج. لاحظوا معي أحبابي في الله كما سوف تشاهدون، تطبيق خرافي صراحة، ويمكنك تصفح الهاتف إلى غير ذلك. هذا ما كله في هذا الدرس. رابط التطبيق سوف تجدونه أسفل الفيديو لأنه غير موجود في بلاي ستور. أراكم في التطبيق غد بإذن الله. السلام عليكم.